أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحم الراحمين. صوتيات البشرى الإسلامية تقدم بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. هذا البيان يلقيه إليكم أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان بيان قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. وأما حجتك بقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العظيم. ومن ثم تجد الجواب في محكم الكتاب في قول الله تعالى: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. وهنا السر في القول الصواب، وليس في طلب الشفاعة للعبيد بين يدي الرب المعبود، بل لله الشفاعة جميعا فتشفع لعباده رحمته من عذابه. تصديقا لقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. صدق الله العظيم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا. الداعي إلى الله على بصيرة من الله، الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.